عادة يعني الكتريك والالكترومغنتيك الاثنين حقيقة يعني رياليستيكلي هم حاجة واحدة، بس النقطة ان احنا بنتكلم في الكترومغنتيك فيلد ارتيفاكتس، بنتكلم على الايفكت بتاع الانترفيرنس اللي موجود دوت على الليد نفسها. يعني نتكلم بقى على زي ما احنا شايفين هنا كده، في النوع الاولاني كان الانترفيرنس جاي لي من البيشنت هنا او جاي لي من خلال البيشنت، هنا الانترفيرنس جاي لي من خلال الليدز نفسها. يعني في عندي كاباسيتيف كابلنج بين الباور لاينز والليدز، فطبعا دي لازم نعملها مينيمايزيشن. فبعنا كده لو احنا عندنا برضه لو عندنا امبالانس في الامبيدنسز، ده برضه بيخلي الايفكت بتاع الكابلنج ده بيبقى ورس بالنسبه بالنسبه للانسترومنتيشن امبليفاير، فبالتالي ممكن يعمل لنا مشكله. فبنتكلم هنا ان احنا عشان نمينيمايز الكلام ده بنستعمل تايتلي تويستد وايرز، يعني بنحاول نعمل تويستنج للوايرز. التويستنج للوايرز ده بيقلل النويز وبيخليها تبقى بيسكلي يعني الكابلنج ده بيبقى مينيمم. ودايما بنحاول ان احنا يعني نخلي ما نخليش مثلا الكترودز او ما نخليش الليدز تعمل لوبس، عشان ما تبقاش عامله زي اكنها مثلا انتنه فتستقبل السيجنال من الانترفيرنسز بشكل اكبر. بنحاول نزود الديستنس من الديستربنج سورس. لو انا عارف ان في سورس اوف ديستربنس مثلا موجود في مكان معين، بحاول ان انا اخلي المسافه بتاعت البيشنت عنه، المسافه بتاعت الليدز عنه اكبر ما يمكن. بنحاول نعمل شيلدنج، ممكن في بعض الاحيان طبعا في الاي اي جي بالذات، الاي سي جي ممكن ما يحتاجش قوي، بس في الاي اي جي ديفينتلي بيحتاج ان الغرفه بتاعت الاكزامينشن تبقى شيلدد. ده بيقلل كتير جدا الانترفيرنس. طبعا ممكن برضو نتيجه ان احنا بنعمل الكابلنج ده بيحصل مع الليدز نفسها، لو غيرنا البوزيشننج بتاع البيشنت ممكن برضو ان هو يخلي النويز ممكن تختلف، فممكن برضو ان احنا نغير وضع البيشنت ونشوف احسن وضع يبقى النويز فيه اقل ما يمكن. وبرضو نفس الكلام الاورينتيشن بتاع الليدز اللي هي الاسلاك اللي موجوده هنا اللي هي طالعه من البيشنت رايحه للجهاز، ممكن نعملها ري اورينتيشن عشان نشوف احسن وضع برضو ممكن يقلل لنا نوع ده من النويز.